لجعل النواب وجعل هذا المجلس إدارة تابعة لمجلس الوزراء. الآن جاء المجلس الحالي، أنا بوجه كلامي تحديدا للنواب اللي فيهم طعمة واللي لا زالت الناس تعتقد فيهم الخير، أما الآخرين المناضيد الآخرين ما لي علاقة، وأنا أعتقد أن الكلام يمكن ضايع وياهم، لأن مثل ما قلنا القضية ما هي قضية أن باع مبدأ، لا 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 لا، البعض من هؤلاء ما عنده أصلا مبدأ عشان يبيعه، لكنه قاعد يبيع نفسه مقابل الإثراء السريع. إثراء سريع، احنا في يوم الأيام لمسنا هذا الأمر لما طرحنا تساؤلات إلى أن وصلنا إلى قضية القبيضة فجأة وانكشفت وتفجرت، وعرفنا أن هناك مجاميع كبيرة من النواب بدأت تتضخم أرصدتها بشكل غير طبيعي.